انجلترا بتعدي المطب الاول ليها في يورو 2020 بنجاح في ملعب ويمبلي بعد ما قدرت تكسب كرواتيا اللي مش كرواتيا بهدف مقابل لا شيء احرزه رحيم ستيرلينج اللي هو مش رحيم ستيرلينج، وقدر ان ساوث جيت يحقق 3 نقاط اللي هو مش ساوث جيت، ومحدش فاهم اي حاجه خالص بصراحه في المباراه دي. تعالوا كده نوصف شويه حاجات سريعه جدا، وانا مش هحاول ان انا ما اطولش عليكم، ولكن بداية من إعلان بوادر التشكيل بالنسبة لساوث جيت بالنسبة للمنتخب الإنجليزي كان فيه شوية تحفظات. الناس بتسأل ليه يكون عندك بين تشيلويل بطل أوروبا، وليه يكون عندك لوك شو أفضل ظهير أيسر في الدوري الإنجليزي، وتبدأ بتريبير لحد دلوقتي، لحد قبل المباراة، لحد بعد المباراة، محدش فاهم إيه سر اختيار تريبير في المكان ده، غير إن هو بس كان ممكن بيلعب اللونج باس في المساحة اللي موجود فيها رحيم ستيرلينج، ودي ما نجحتش بشكل كبير جدا. أسئلة ما حدش عارف يجاوبها بالنسبة لساوث جيت، يعني ما تقدرش تقول عليها إجابات مقنعة، لكن الإجابة المقنعة الوحيدة حوالين ستيرلينج والجدل الشائك حوالين ستيرلينج هي لقطة الهدف، هي دي الإجابة الوحيدة اللي ممكن تلخص هو ليه ستيرلينج لعب على حساب جادون سانشو المستبعد أصلا من القائمة، أو على حساب حتى جاك جريليتش اللي بيقدم موسم رائع جدا 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 مع أستون فيلا في البريمير ليج. يمكن ان البروفايل بتاع رحيم ستيرلينج شويه قريب من السكند سترايكر، المهاجم الثاني، المهاجم اللي بيسرق المساحات، حاجه ممكن تقول عليها تيمو فيرنر، بس مكانه الاصلي بيكون في الوينج، فهو انسايد وينج، ممكن بيلعب في المساحات الموجوده ما بين المدافع والباك رايت بتاع الفريق المنافس. الحتت اللي بيقدر يسرق فيها ستيرلينج المساحه دي مع سرعته ممكن ياخد بيلين، ممكن ان هو يتحرك بشكل مميز جدا يسبب خطوره، وده شفناه خلي بالك في الشوط الاول. يعني منتخب انجلترا في الشوط الاول ما شفناش غير فيليبس لاعب ليدز، لاعب ليدز يونايتد اللي بيلعب في مركز 8 مع ديكلان رايس، وما شفناش غير رحيم ستيرلينج اللي كان بيحاول على استحياء وكان بياخد اماكن مميزه جدا جدا في الملعب. وبالتالي كان ساوث جيت عايز حد يشغل مكان راس الحربه او المساحات اللي موجوده في دفاع كرواتيا، تمام، بان هو يقدر يسرق المساحات دي، بان هو يقدر يحقق خطوره ممكنه في منطقه ال 18 بتاعت كرواتيا. طيب ما عنده هاري كين، هاري كين هيبقى مشغول بشكل كبير جدا بالرقابه اللي هتكون موجوده عليه، ممكن بينزل يستلم في بعض الاحيان في نص الملعب، بيعمل زياده عزليه، بيحاول ان هو يطلع بالكوره مع لعيبه نص الملعب او مع طرفين الملعب، وبالتالي رحيم ستيرلينج هو الوحيد اللي ممكن يقدر يعوضه ويسرق المساحه بشكل مميز جدا زي ما شفنا في لقطه الهدف. بالتالي زي ما بنقول كده، لقطه الهدف بتاعت انجلترا النهارده هي ملخص لكل احداث الماتش، هي ملخص يعني للاشياء المميزه اللي حققتها انجلترا النهارده. ايه الشيئين اللي حققهم انجلترا النهارده بشكل مميز جدا؟ فيليبس متوسط الميدان اللي بيلعب رقم 8 اللي قدر ان هو يخطف مساحه بشكل كويس جدا، وان هو يعدي ويحطها في المساحه اللي بيتحرك فيها رحيم ستيرلينج، ورحيم ستيرلينج اللي قدر يثبت صحه اشراك ساوث جيت ليه. ولكن في المجمل في الاداء العام انجلترا النهارده ما قدمتش اي شيء متوقع منها بامانه الله، يعني من الاخر كده مفيش اي انياب هجوميه واضحه. الكيل وولكر بيلعب جيم ضعيف، ما شفناش اي شيء مثلا من هاري كين ملفت، مفيش محاولات قويه، كان كل الجيم هو محاوله ان انجلترا انها تسجل، قدرت انها تسجل من محاوله. كرواتيا ما عندهاش انياب هجوميه خالص، يمكن وسط الملعب حاول في بدايه يعني في بدايه المباراه بعد اول ربع ساعه كويسه جدا من انجلترا ان هو يهدي الريتم، ينزل بالريتم لاقصى درجه، قدر ان هو يهدي الريتم وينزل بالريتم لاقصى درجه لحد نهايه الشوط الاول، ولكن الاسلحه الهجوميه اللي موجوده في كرواتيا كلها شبه بعض، كراماريتش وبيرزيتش وانتي ريبيتش وبيجي من بعديهم كوفازيتش من تحت ولوكا مودريتش، ما عندهمش اي نوايا او قوه هجوميه. يمكن كرواتيا دي ممكن تكون بنفس العناصر اللي ظهرت في كاس العالم 2018، ولكن الموضوع عندهم صعب جدا في حته ايجاد الحلول، مفيش حلول، يمكن هي كره واحده اللي ممكن كانوا بيلعبوا عليها اللي هي الكره الطوليه اللي بتتلعب عند ايفان بيرزيتش وما كانش بيتحقق منها اي حاجه، او حتى الوان تو. لوكا مودريتش النهارده الحقيقه كان بيلعب بمفرده، مفيش اي مسانده من كوفازيتش ولا بروزوفيتش اللي اتغير بعد 70 دقيقه من المباراه، ما كانش ليه وجود. فبالتالي يعني سؤال لزولاتكو داليتش، رغم وجودك بقالك فتره في المنتخب، رغم ان في عناصر مميزه جدا في المنتخب، رغم ان انت محتفظ بالعناصر دي، ولكن في جاب كبير جدا ما بين اداء كرواتيا دلوقتي وادائها من 3 سنين في المونديال بتاع روسيا، فعايزين نشوف منتخب تاني في الوقت اللي جاي لسه عنده ماتشين مهمين جدا في المجموعه، قادر ان هو يعوض، وقادر كرواتيا انها تجتاز الدور الصعب ده، ونشوفها في الادوار الاقصائيه ممكن تعمل ايه. ممكن النسق يرتفع شويه، يعني انا لحد دلوقتي حقيقه يعني مش قادر انسى من ذاكرتي ماتش كرواتيا والارجنتين بتاع 3-0 ده،
كان ماتش فيه منتهى القوه. حتى ماتشات كرواتيا والدنمارك، ماتش كرواتيا وانجلترا، ماتش كرواتيا وروسيا، كلها ماتشات كان فيها نديه كبيره جدا. كانت كرواتيا بتقدر انها تخلق هجمات بشكل كويس جدا عن طريق مفاتيحها المختلفه، ولكن كرواتيا الحاليه قلت بشكل رهيب والكيرف بتاعها نزل بشكل غريب جدا. في النهايه عايز اقول لك ان منتخب انجلترا ما شفناش النهارده جاك جريليتش ما لعبش، ما شفناش اوراق كتير جدا، كالفرت لوين ما خدش وقت كبير ان هو يظهر، هاندرسون ما لعبش، ريس جيمس وتشاول ما لعبوش. بالتالي في اسلحه، في لعيبه، في عتاد كبير جدا. هل السؤال بقى، هل اللعيبه دي اكبر من قدرات توظيف ساوثجيت ولا لا؟ لو هتيجي تحسبها نقطه نقطه هتلاقي ان ساوثجيت النهارده بالنتيجه اللي اتحققت ممكن يكون نجح في نقطه ستيرلينج، يعني نقطه احط كده فوق تحتيها كام خط، ولكن نقطه تريبير يعني نقطه غير مفهومه. فين ريس جيمس وفين تشولويل مثلا اللي ممكن يصنعونك قوه هجوميه طالما انت بتلعب باتنين، فالاتنين دول ممكن يزيدوا. يعني الواحد برضو مش فاهم هو كان بيفكر في ايه النهارده. بالتالي ممكن نقول علامه استفهام على الاداء، علامه استفهام على الاختيارات، نقطه ايجابيه مضيئه بوجود فيليبس وبوجود ستيرلينج، انتصار اتحقق، نشوف انجلترا هتعمل ايه في اللي بعد كده.